السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هناخد النهاردة الكول اللي بفيونكا دي. تعالوا نشوف خطوات العمل. أول حاجة يا جماعة، لازم يكون عندي بلوزة مثلا أو فستان يكون له حردة رقبة كده ومرد زي كده. المرد ده بنقفل جزء منه كده أهو كده، وبعدين نقلبه على الوش. بعد كده بنجيب شريط طويل يكون أكبر من دوران الرقبة بالقدر اللي هيعمل الفيونكة المطلوبة. يعني كده احنا عايزين مثلا كربطة دي بترجع لك الطول اللي حضرتك عايزه. هنعمل ايه؟ اول حاجة كده هاجي اطبق البلوزة كده، هحط خياطة الكتف على الكتف، والظهر هيبقى مقسوم من النص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهعمل هنا علامة في النص. هجيب الشريط بتاعي اللي انا مجهزاه اهو، وهعمل علامة في النص برضو. هنيجي كده نقيس الاول من هنا اهو، النص على النص اهو، لغاية بداية المرد بدايته هنا كده اهو، من هنا شايفين هنا النص بتاع الكرافات، وهنا النص بتاع البلوزة اهو. هنحطهم على بعض كده، هناخد علامة، العلامة اهي. هنبدأ بقى نمسك ده الشريط ده كله كده، وهنقفل كده لغاية العلامة من الناحية دي ومن الناحية التانية كده لغاية العلامة. العلامة اهي يا جماعة اللي احنا واخدينها، وما يكون اللون مش باين. هقفلها وهنشوفها دلوقتي. بصوا كده حضراتكم، انا خيطت اهو، وسيبنا الجزء اللي احنا اخدنا فيه علامات مفتوح. الجزء ده اللي هو على قد دوران الرقبة بالظبط سيبناه مفتوح من النص، وخيطنا الاطراف كلها. هنقلب ده كده، نشيل الزوايا دي الاول، وبعدين هنبدأ نقلب ده كده. هنقلب الناحية الثانية زيها، ناهم اهو، وفي فتحة في النص اهي. الفتحة دي كنا عاملين فيها علامة في النص. هنكوي، المفروض الشريط ده تكوي كويس جدا بما فيهم الجزء ده، يبقى مكوي كله اللي جوه كده، الاطراف متنية للداخل. بعد كده هنيجي نعمل ايه؟ الطريقة الاولى في التركيب ان انت هتجيبي علامة النص بتاعت الشريط ده كده اهي، وهنقعد نركبها هقعد بقى نخيطها كده حوالين الرقبة. لغاية المرد ده ونقف، لغاية بداية المرد ونقف. وهنعمل الناحية التانية زيها. هنقعد كده نلفها حوالين الرقبة. برضو لغاية المرد، وهنقف.
بعد ما بنخيطها كده يا جماعة هنروح جايين للشريط بتاعنا او الكولة بتاعتنا دي، ونروح تانيينها كده، نقفلينها على المكنة كده الفتحة كلها. في طريقة تانية بقى، ان ده كل الاطراف دي كده هتتخيط الطرفين مع بعض كده حوالين حردة الرقبة، وبعد كده بتتعمل بمكنة السرفلة او بالاوفر، يعني الطرفين هتخيطيهم مع بعض. دي طريقة ودي طريقة، بس الطريقة الاولى انضف. هخيطها ونشوف. خيطتها اهي حوالين الرقبة كلها، وطبعا وقفنا عند الجزء بتاع المرات. هنيجي بس كده نعمل شق صغير هنا كده عشان نريح الخياطة، شق صغير. بعد كده هنفرد كده، وهنبدأ الجزء ده كده اتنيه على الخياطة كده. اهو هتتنيه كده، ده كان مفتوح اهو، هنتنيه كده خلاص. ممكن تسرجي الاول او تعملي بدبابيس وبعد كده تمكني. نسرج اهو كده بالدبابيس. بتبقى نظيفة جدا وشكلها حلو قوي في اللبس. هتمكني بقى كده. طيب تعالوا كده نشوف شكلها. دي بتبقى بقى كده وبتتربط، تعمل بقى في يونكة زي ما تحبي. انتهى، وبتبقى نظيفة جدا يا جماعة بره وجوه. هنقفلها دلوقتي ونشوف. ده كده يا حبايبي شكلها بعد ما خلصت. يا رب يعجبكم، وان شاء الله هنعمل حاجات تانية جديدة بإذن الله. بطلب منكم فضلا وليس أمرا ان حضراتكم تزوروا قناتي التانية اللي هي الفنانة لإعادة التدوير، وياريت تشتركوا فيها وتشيروها. ان شاء الله بجهز لها حاجات كويسة. ولو عجبكم الفيديو ده من فضلكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كانت معكم مدام أسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.